دكتور ضياء رشوان كمان أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي على تمسك مصر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة والدخول في مفاوضات يعقبها البدء الفوري لتدشين مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مرة أخرى بنؤكد على أنه معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق قط ولن يغلق قط، ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ضرب كما حضراتكم تعلمون قصف 4 مرات من الطيران الإسرائيلي. مصر أيضا تدعو إلى وقف إطلاق دائم، الدخول تدعو إلى وقف إطلاق فوري والدخول إلى مفاوضات يعقبها البدء الفوري في تدشين مفاوضات سلام. وقف إطلاق النار الآن وكما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام هو أمر ضروري، وهو ليس مطلبا مصريا فقط. الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش دعا في قمة القاهرة للسلام إلى وقف فوري لإطلاق النار. والوقف والتحجج بأن وقف الفوري لإطلاق النار هو أمر بعض من الدول الغربية تخشى، وأستخدم هذا التعبير وأقصده، تخشى أن تعلنه حرصا على علاقات مع دولة الاحتلال التي تظن أنها تقوم الآن بالانتقام لما جرى يوم 7 أكتوبر وأن وقف إطلاق النار سوف يوقف هذا الانتقام، هذا تفريط في مبادئ الأمم المتحدة.